يسأل يقول: فضيلة الشيخ، لقد علمنا أهمية طلب العلم فحرصنا على ذلك غير أننا صدمنا بالواقع إذ تعج الحياة بالمتناقضات، فما يبنى في سنة تهدمه الوسائل الأخرى في ليلة، فتنشأ الناشئة في المجتمعات الإسلامية نشأة متناقضة، يقرؤون آية الحجاب في الصباح فيرون ما يناقضها في المساء، فما هو الواجب تجاه ذلك؟ هذا هو الابتلاء والامتحان، ولا سيما في آخر الزمان، في زماننا هذا، في آخر الزمان وفي غربة من الدين، فلا بد من الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي علينا زمان الصابر على دينه كالقابل على الجمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فرده مسلم في الصحيح. زاد غيره في دراسة: ما الغرباء؟ من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. في اللفظ الآخر: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي حديث أبي ثعلبة: للعامل منهم أجر 50. قيل: رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان، وكثرة المهالك والشبه، وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها. فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له أجر 50 من الصحابة، مثل أجر 50، لأنهم يجدون أعوانا وفي أول الزمان وفي أول مجيء الإسلام، وفي نشاط الإسلام ونشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس: كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه. هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر على ما تعلمه. فإذا عرف مما تعلم الحق ثم رأى ما يضاده حمد الله على بصيره، وحمد الله أن جعلهم من عرف هذا الحق، ثم يعمل بما يستطيع من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير حتى يحقق ما علم. وهذا يشمل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالفروع، وهذا ما يسبب عظيم الأجور وكثرة الحسنات لمن صبر واحتسب، ويبصره أيضا بالعلم، يزيده علما، فإنه من المتناقضات مما يعين على التوسع في العلم والتبصر ومعرفة الشبه لإزالتها والقضاء عليها، ومعرفة السبل التي تعين على الحق وتهدي إليه حتى ينشرها بين الناس ويدعو إليها.